testing, testing. يلا بينا. السلام عليكم. نيو هودي. بحب انا الحاجات البسيطة خالص دي اللي هي يعني بتزق فكرة انه ده براند وان انت يعني ايه تلبس بتاع عليه كلمة البراند وخلاص. فدي حاجة قوية. وبعدين فكرة مرونة البراند عربي شغال انجليزي شغال, دي حاجة قوية جدا الصراحة الحمد لله يعني. طيب الفلوج ده هو عن ستابرك بس هو مش عن ستابرك خالص في نفس الوقت. ازاي يا معلم؟ السلام عليكم. عاملين ايه؟ تيجوا نعمل اي حاجة؟ انا دايما عندي الرغبة في ان انا اكون مجتمع. مش الهدف من ان انا اكون مجتمع ده هو كان بس ان انا اعمل مجتمع حوالين ستابرك ونكبر البراند ومش عارف ايه والليلة دي, مش كده خالص. بالعكس انا بحس انه دي حاجة ايجابية ان ربنا كرم انه الموضوع ماشي بتناغم من غير ما حد يحس انه انت مجمعنا عشان مش عارف ايه. ده انا فعلا مش عايز حاجة, عارف فعلا. ودي حاجة انا بكتشفها مع الوقت, بحاول اكتشف انا ايه اصلا, نواياي كانت ايه اصلا والكلام ده كله. فطبيعي جدا ان الواحد يعوز يبقى حاسس ان هو جزء من حاجة. I belong to something يعني اكون جزء من حاجة, هو ده مفهوم البلونجينج. يعني ان انت الناس تبقى حواليك وتحسسك ان انت متقبل وان انت محبوب. والاحاسيس دي ممكن تيجي من ان انت مثلا عيلتك تبقى في علاقة كويسة داخل العيلة, صحابك الجروب حتى الصغير من صحابك الاتنين تلاتة اللي حواليك يبقوا بيحسسوك ان انت جامد وان انت كفاية وان انت ممكن تبقى نفسك والكلام ده كله. ضجيج الحياة هي كلنا ضجيج العالم, ضجيج العالم ده اكيد مشكلة كل حد هنا, اكيد اي حد جه النهاردة وبحس بيها. وزي ما انت قلت الغرباء مع بعض هيبقى مش غريب قوي. فانا كان هدفي ان انا اعمل كوميونيتي كبير عشان احس بالبلونجينج ده. ومع الوقت لقيت انه انا مش عايز ده يتمحور حوالين البراند بس عشان البراند بتاع ستابرك ممكن ما يكملش, ممكن اي حاجة تحصل, ممكن زائد انه ده كمان بيحد من شخصي انا. يعني اللي هو انا هحط مثلا كل القيم بتاعتي في البراند والناس هتتجمع عشان البراند بس, ولا عشان ايه بالظبط؟ طب ما افرض انا غيرت رأيي وما عدتش عايز اكمل, او غيرت مثلا الطريقة بتاعتي والبراند خلاص هو بقى بتاع مثلا شباب صغيرين وانا كبرت وعايز اعمل حاجة تانية, فخلاص هل انا فكست الكوميونيتي ده ولا ايه بالظبط اللي بيحصل؟ It's pretty cool man. الناس اللي بتحب القراية مش انا يعني. لما رحت الكوميونيتي ايفنت او السنوية يعني بتاعت السنة دي اللي هي خمس سنة من ساعة ما فتحنا المحل, اول سنة من ساعة ما فتحنا السبيس, تامن سنة من ساعة ما فتحنا البراند لانه البراند بدأ من 2013. فلما رحت السنة دي عايز ادي فرصة للناس وعشان انا اعرف برضو انتوا جايين ليه. انا عايز اعرف, انا محتاج اعرف يا جدعان هو احنا بنعمل ايه, هو احنا بنتجمع ليه, هو احنا بنحور ولا انتوا جايين عشان يعني تقابلوا بعض بجد, ولا انتوا جايين عشان مثلا بتحبوني فعلا, ولا عشان ايه اللي بيحصل؟ يعني انا فعلا محتاجة حكاية التصة دي كلها عشان اقول في الاخر ان جزاك الله خيرا, انت كنت من الاسباب خلت الواحد يروح. فردود الناس الصراحة فتحت لي ابواب كتير في دماغي وحسستني انه احنا مش بنحور ولا حاجة. يعني احنا فعلا مش بنحور. مش لازم عشان الشخص يكون جاي في كوميونيتي ايفنت او يكون جزء من كوميونيتي يبقى لازم الكوميونيتي ده يوفي جميع الاحتياجات عنده. هو انت ممكن تبقى مثلا مهتم بالانمي مثلا ومفيش حد في يوم في الكوميونيتي مثلا بيحب الانمي, بس انت عندك احاسيس كانسان مسلم مثلا انه هل انا غريب
في الحياة، ولا أنا في ناس زيي، ولا إيه اللي بيحصل. فده اللي أنا حسيت إن هو الحاجة اللي بتميز الكوميونيتي ده، إنه هو عبارة عن حاجة زي راية مثلا للناس اللي حاسين إن هم ناس غريبة. ولما بقعد أتخيل إن أنا كان ليا دور في ده، بقعد أستعجب ليه فعلا أنا بسأل نفسي ليه. الكلمة اللي كان كاتبها عبد الرؤوف على البوكلت، كان في بوكلت كده أخضر للي جه شافه أكيد يعني وخد منه. في حياتنا نشعر أننا غرباء، نبحث عن أنفسنا وسط ضجيج العالم، وهناك دائما ذلك المكان الذي يطمئنك بأنك لست وحدك. دي الحاجة اللي أنا حسيت إن أنا عايز أكتبها. هو مش أنا اللي كاتبها، هو عبد الرؤوف اللي كاتبها، بس ما أعرفش هو مجاش فأنا اللي كاتبها. فدي الحاجة اللي أنا حسيت إنه الحتة بتاعت البحث عن النفس دي مثلا، طبعا حتة بتاعت إن نشعر إننا غرباء دي دايما يعني الواحد دايما بيحس إنه غريب، بس لما بيقعد في وسط ناس غريبة برضو بيحس إنه مش غريب قوي، وخصوصا لو الناس دي شبهه شوية شوية. أكيد كلنا مش شبه بعض، بس اللي بيجمعنا أنا متخيل إنه حاجات معينة كده، اللي هو إيه لما العالم كله يتكلم عن مثلا الاحتفال بالكريسماس مثلا، بما ان الحلقه لسه نازله امبارح، احنا مش محتاجين نقعد نقنع بعض مش عارف ايه، ويعني احنا عارفين الحوار، ممكن نبتدي نتكلم من بعد كده، نتكلم في حاجات افكتيف اكتر، حاجات مثمره اكتر. فده اللي انا بحس ان هو بيجمعنا من غير ما نقول استبرك اصلا ولا حاجه، يعني هو ده الحمد لله، سواء انا عايز او مش عايز هو ده اللي حصل، هو ده دي النتيجة، انه الناس بقت بتيجي عشان هم حاسين ان هم مثلا غرب في الحياة العادية، وبعدين بيجوا عشان يتلاقوا في جزء معين مهم جدا مهم جدا في حياتهم. والميزة الكبيرة الحمد لله اللي حصلة انه في ناس جت عن طريق الفلوج الاساسي، في ناس جت عن طريق البودكاست، في ناس جت اصلا من ستوبروك ما كانش تعرف اي حاجه عن اليوتيوب ودخلت جوه الليله. فكرم ربنا جدا انه يعني على ما يبدو انه الحاجات اللي انا بعملها كلها بشكل ما بتصب في نفس الحاجه، بتصب في ان الناس تطمن انه يا جدعان احنا في ناس تانية شبهنا، وانه ينفع ان احنا نكون مكتفين ذاتيا بالمجتمع بتاعنا، وينفع ان احنا نفخر بنفسنا، مش لازم نكون باصين على ناس تانية ومجتمعات تانية واشخاص تانيين، احنا جامدين جدا لوحدنا. فلسطيني فلسطيني، انا هاي تاني مرة ارجع على سبيس عشان تويتر بس. اول ما عرفت حازم كان في كنت بتابع دكتور عبد الرحمن ذاكر، فهو كان بيحكي عن الفقه النفسي وكيف انه انت تعتز بدينك. فدكتور عبد الرحمن ذاكر قوي جدا تمام، واللغه تبعته شويه اللي هو انت تحس بيهزم فيك، مش يعني انا عايز حد قريب مني، يعني انا عايز حد بيحكي في الدين وبيحكي في الشغلات اللي انا بعيشها، يعني كلها بمر مثلا انا مش فاهم شغله في الدين، عايز افهمها من حد قريب مني اللي عاش تجاربي واعطاني نصيحه، مش عايز اسمعها من شيء. فبعدين بدات اسمع البودكاست تبع حازم، شويه كلام الرجل هذا عجبني فدخل مخي. بعدين يا شباب شوف الرجل هذا ايش بيحكي، صحابي بحكي لهم. طيب شويه بعدين انه مثلا مره اكون عندي مشاكل مع اهلي وزي هيك، اسمع حلقه عن بر الوالدين، ف ماما انا اسف، يتغير تفكيري كله مجرد شويه كلام انا بسمعه وقريب من قلبي، يعني اللي هو الرجل هذا مش احسن واحد في الدين، او انه مش شيخ وملتزم وكذا، يعني بعيش الهموم اللي احنا بنعيشها، بس عرف ينتصر على حاله. فده اللي انا حاسس انه سبحان الله ربنا يعني بيدبره لينا تقريبا في كل الحاجات اللي عملناها.
سواء في الصحبه، سواء في الاعمال الفرديه، سواء في كل الحاجات اللي عملناها، سبحان الله كلها بتزق في نفس الاتجاه. عايز اشكركم جدا ان انتوا جيتوا، مش عارف بتيجوا ليه الصراحه. وفي شاب كان جاوب اجابه حلوه عجبتني، بيقول انه دلوقتي ممكن بسبب الخلان النيلي، اول حاجه ان احنا هتمنى لله ساعتنا في حاجات كتير بفضل الله والمزيد على الله اهدى. ثاني حاجه اعتقد ان هي الحب في الله، انت ساعتنا ان احنا نحب الله، نحب النبي الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. انا شايف ان هي دي كفايه، دي حاجه حلوه جدا، حاجه حلوه ان انت تعتبر ان انا اخوك والناس اللي موجوده دي اخواتك، لانهم فعلا كده، وان انت تبقى جاي عشان تقابلهم وجاي عشان تتبسط معاهم. طيب ده احمد بدران، واحد من اعز اصدقائي يعني، ومن الناس اللي يعني اللي بتفرق معايا جدا في ان انا ارجع ارتب افكاري معاها وبتاع. يعني انا بس ايه هرجع له ان هو يتكلم بعد اذنك. واحد للاخوه في الله عامه، ان هي من اكبر المعاني اللي في الدين بشكل عام، اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني شرع حواليها شرائع كتيرة جدا، يعني لدرجة ان احنا لو بنتخيل، لو انا النهاردة رايح، لو كل اي حد فينا تخيل ان هو رايح الارض فاضية، ارض مليانة ناس، تمام، بس انت رايح المكان ده تشوف ازاي تقدر تقيم بيوت في المكان ده، او تقيم دولة في المكان ده وهكذا. فتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه عملها لما راح المدينه، عمل ايه؟ عمل اول حاجه اسس، اول شيء خالص بدا يعمل ايه؟ بدا المؤاخاه بين الصحابه وبعضهم وهكذا يعني. وده بيدل ان من اكتر او من اجل معاني الاسلام بشكل عام، اللي احنا محتاجين نكون دايما بندركها ودايما بنحاول نعيشها ما بيننا وما بين بعض، هي فكره الاخوه في الله عامه، ان انا يبقى ليا اخ حقيقي في الله. اخ في الله ده يعني مش اللي هو ايه بقعد بس اقول له بحبك في الله وبحبك في الله والكلمتين دول، خالص مش دي الفكره. الفكره ان هو لما بيحتاجني اول حد بيجي على باله هو انا. فبالتالي دي من اكتر الانديكيتورز او المعايير اللي انت على اساسها بتقول ده اخويا حقيقي في الله عز وجل. الحديث اللي كان حازم بيقوله هو عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكة، يعني على الطريق كده بتاعه ربنا سبحانه وتعالى حط له ملك مخصوص. فأما أتى عليه قال أين تريد؟ رايح فين؟ الملك هو اللي بيقول إيه للشخص اللي رايح يزور واحد ده. قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني هل أنت مثلا في ليك فضل عليه بشكل معين مثلا؟ قال لا، غير اني احببته في الله عز وجل. فالملك بقى قال فاني رسول الله اليك، لان الله قد احبك كما احببته فيه. فمن اكتر معاني الاخوة بقى في الله، فكرة ان انت تكون رابطها بمحبة الله عز وجل، ان انت مش بس بتحب اخوك واخوك بيحبك، او بتحبي اختك واختك بتحبك، يعني مش دي الفكرة، بس الفكرة انت بصلها ان انت لما بتحب حد او بتدعي حد تلاقي في ملك على طول بيأمن وراك، بيقولك ولك بالمثل، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يحبك. الرسول هنا بلغ اللي هو الملك يعني، قال ان الله عز وجل يخبرك انه احبك كما احببته فيه. عارف انا بتكلم في ايه، بس يعني ايه المعاني دي مهمة عامة يعني. انا كنت ممكن اقول الكلام ده. ده حقيقي. يعني المعاني بتاعت الأخوة دي فعلا من الحاجات اللي بتفرق معايا جدا، واللي انت كان ليك دور كبير في ان انت توصلها لي يعني. وسبحان الله اصلا قبل ما نيجي دلوقتي انا والشباب زياد وبدران وخالد كنا في دفنة والد صديقنا، كان في برضه شباب كتير موجودة يعني وبتاع. فالمعنى بتاع الأخوة ده موجود دايما، في انه واحد مبسوط بنشاركه الفرحة بتاعته، واحد عنده أزمة بنشاركه فيها، واحد عنده عايز أزوره خلاص، عايز أطمن عليه، عايز أفرحه، كل المعاني دي كفاية جدا فعلا يعني. أنا بجد صعوبة إن أنا أكون الـ center of attention، محور الـ، ودي حاجة غريبة قوي إن أنا أقولها يعني. أكيد في ناس ممكن تستغرب اللي هو إيه
امال انت عامل ده ليه؟ امال انت بتتكلم ليه؟ انا الهدف بقى من الحوارات دي مش خالص ان الناس تيجي عشان بتبسط جدا لما حد يقول لي احنا جينا والسنه اللي فاتت والسنه دي جايين مع صحابنا اللي احنا تعرفنا عليهم السنه اللي فاتت. فالمعاني دي اصلا يعني الناس بقى اللي بتقعد تقول ايه فين الصحبه هنعمل ايه فين الناس اللي نلاقي ناس فين. بس فعلا وانا قاعد وماسك المايك وبتكلم والناس بتسالني بيبقى في صراعات كتيرة جدا وشمئزاز كده من نفسي واللي هو انت الناس بتسألك ليه انت بتهلك ليه انت بتهري ليه الناس دي جاية ليه مش عارف ايه. فانا بجد الصعوبة دي دايما والصراعات دي دايما بتبقى بتراودني قبل الايفنت واثناء الايفنت وبعد الايفنت اللي هو احنا بنعمل حاجة حقيقية ولا الحوار يعني تشيزي ولا مبتزل ولا بنحور ولا الدنيا ايه. عارفين الاحساس بتاع الشمئزاز ده اللي هو ايه التحوير ده انت بتعمل ايه الناس دي فعلا يعني كل الحوارات دي. بس السنة دي الموضوع ده تفكك شوية يعني طبعا لسه بشمئز من نفسي يعني بس مع الوقت ببتدي افهم احلامي واهدافي وطموحاتي حتى بأثر راجعي اللي هو ليه ومش عارف ايه طب رايحين فين طب الكلام ده. وحابب ابلغكوا انه على ما يبدو ان احنا ماشيين في الطريق الصح ان شاء الله الحمد لله. احلى فقرة في اليوم بقى لما الناس بتمشي. مش قصدي يعني ان احسن فقرة ان الناس تمشي انا قصدي بعد لما الناس بتمشي بنقعد ناكل بقى مع الشباب الجامد. بجد والله بفخر جدا بالتيم ده فعلا يعني الحمد لله. اليوم كان جميل. الايفنت ده من احلى الايفنتس من احلى السنويات لانه كان متمحور حوالين الناس اللي جت. فعلا انتوا بتدوا معنى لكل الهلك اللي احنا بنهلكه ده. وان شاء الله الايفنتس الجايه يبقى فيها احداث اكتر يعني يبقى فيها حوارات وفقرات اكتر. انا جعان جدا. سلام. جو برد جدا. اوكي جود نايت. بسم الله يا رب اكون قلت كل حاجه ما ارجعش افتح الكاميرا تاني واكون نسيت. انا ماشي. سلام. حد عارف اللوجو ده بيمثل ايه؟ انت عارف طبعا صح؟ لا ما تقولش. ماشي. حد عارف اي حاجه يعني مش مشكله يعني. بنك الطعام رقم 5. حلو جدا. 5 وعليه شرطه. طب 5 بالانجليزي ولا عربي؟ الاثنين صح. ماشي. انا اللي عامله.